النهارده يوم جميل، كل الناس يعني موجوده في عز الحر، لكن كل الناس حاسه بالطراوه، بتشوف امل لبكره، بتشوف مستقبل جديد، بتشوف تاريخ بيبنى على هذه الارض الطاهره، الارض اللي ارتوت بدماء شهدائنا، هي الارض اللي هتجري فيه قناه السويس الجديده. يعني انا بعتقد ان كل المصريين لازم يجوا يزوروا هذا الموقع عشان يعيشوا لحظات وايام رائعه مش هتتنسي. اذا كنا صنعنا تاريخ كبير عبر 7000 سنه، فانا بعتقد النهارده ونحن بنصنع تاريخ جديد لمصر، مش بس مجرد قناه هتحقق لنا مكاسب، ولكن انجاز بيبين لك ازاي يكون في اصرار، ازاي يكون في عمل، ازاي يكون في انتاج، ازاي يكون في مشروع بتحط له استراتيجيته، بتحدد بدايته، بتحدد نهايته. مصر عاشت سنين كتير ما كان لهاش ملامح. اعتقد انه بهذا المشروع ممكن نحط يعني بعض النقاط الهامه والاساسيه لملامح مصر الحضاريه اللي كنا بنتباهى بيها في الماضي، على ان احنا عندنا تاريخ. النهارده انا بقول لك احنا ان شاء الله بنصنع تاريخ، بس مش من هذا المشروع ولكن من مشروعات اخرى قادمه. انا بدعو كل الناس، كل اللي يقدر يجي، وانا شايف كل الاطفال وكل الاعمار يجوا يشوفوا عشان يتعلموا. يعني انا بعتقد ان انا واحد من الناس اللي اتعلموا حاجات كتير جدا جدا، لان انا شفت هذا المشهد اللي يبين لك قد ايه بالاصرار وبالعزيمه وبالعمل وبالانتاج تقدر مصر تكون في مكانه تليق بيها. ان شاء الله ده حلو. الف شكر.